مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال، نحن معكم مباشرة. يعني نحن في نقطة تجمع ثلاثة أقضية، الكورة وبشري وأصغرتا. نحن على ارتفاع تقريبا 1000 متر، ولكن تجر الإشارة إلى أن لمتابعة العاصفة طبعا، ولكن تجر الإشارة إلى أن التوقعات تقول أن الثلوج ستلامس 1100 متر خلال فترة النهار، ولكن على ما يبدو بأن العاصفة هبة كانت قد كسرت هذه التوقعات وهذه القاعدة، ورأينا الثلوج هي لامست خلال فترة النهار، أي منذ قليل لامست 800 متر. كما نشاهد وإياكم مشاهدينا الكرام هذه المشاهد، يعني هذه المشاهد الرائعة. هذه المشاهد الرائعة من هنا من المرتفعات الشمالية. طبعا هذه العاصفة بدأت منذ يوم البارحة وهي ستستمر حتى يوم الغد عند ظهر يوم الغد. طبعا مشاهدينا الكرام نود أن نشير أيضا إلى أن يعني البلديات والاتحادات البلديات تعمل باستمرار على فتح الطرقات التي تغلق جراء الثلوج، وهناك طبعا بعض السيارات التي رأيناها هي سيارات عالقة وهي غير مؤهلة طبعا لسلوك هذه الطرقات، وبالتالي يعني نتوجه للمواطنين عدم سلوك أي مناطق مرتفعة إن لم تكن السيارة رباعية الدفع أو مجهزة بسلاسل معدنية. طبعا درجات الحرارة في هذه الأثناء هي هنا في هذه النقطة إلى ما دون الصفر، الحركة يعني شبه معدومة. طبعا كان بودنا أن نتحدث مع مواطنين، ولكن يعني الطقس لا يسمح إطلاقا بأن يتواجد مواطنين على الطرقات. سنحاول بعد قليل أن نقصد بعض يعني الأماكن السياحية لنرى كيف ستكون الحركة وما هي الحركة السياحية في ظل هذا الطقس العاصف. نذكركم مشاهدينا الكرام إلى أن العاصفة هيبة كسرت التوقعات، والثلوج في هذه الأثناء تلامس 800 متر شمالا، وهو طبعا كان من المتوقع أن تصل الثلوج أن تتساقط الثلوج خلال فترة النهار على ارتفاع 1100 متر، ولكن الآن هي تتساقط على ارتفاع 800 متر. المحال التجارية كما نشاهد مغلقة بشكل كامل، حركة السير شبه معدومة، كل حوالي ربع ساعة تقريبا تمر سيارة واحدة في هذه المناطق، رغم أن هذا الشارع يعني هو يعتبر شارع مؤدي إلى أماكن سياحية، يؤدي إلى أماكن سياحية في إهدن، حيث سنكون بعد قليل لنرى كيف ستكون الحركة داخل منطقة إهدن. نحن في شارع يعتبر مكتظ في السكان وهو شارع أساسي، ولكن الهدوء لا يمكن وصفه مع أننا يعني في ذروة النهار. إذا مشاهدينا الكرام سنكتفي من هنا بهذا القدر، ونكون معكم في نقل مباشر من قلب منطقة إهدن السياحية لنرى الحركة السياحية، وهل السياح أو المواطنين خصصوا هذا النهار لقضائه مع هذه العاصفة عاصفة هبة، أم الوضع سيكون منعكسا ولن يكون هناك أي حركة.
كل هذه التفاصيل سنتابعها في النقل المباشر المقبل. ابقوا معنا دائما عبر صوت بيروت انترناشونال.